هنو عمر سابت الجزائر وجات مصر نورتنا طبعا بس اكيد ده ليه سبب من كتر اللي احنا بنعمله في شعورنا الست قررت تستقر هنا علشان تعالج لنا شعرنا من كل الكوارث اللي احنا بنعملها في شعرنا، هو ده السبب صح؟ <applause> صح اكيد ده سبب من الاسباب أعترفي اللي اعترفي اعترفي اهلا بيكم الاول كل سنه اهلا بيكي انت ومنورانا آه ومنوره مصر طبعا شكرا شكرا ميرسي جدا ده سبب من الاسباب اللي خلاني احب اللي اني استقر هنا اكتر اه عشان هي احنا بنبوظ شعرنا بصراحه لا الصراحه لا ما بصيتلهاش من منطلق ده اه لا انا لها من منطلق انه آه الست المصريه بتهتم بنفسها وبتحب تحافظ إليجنت طبعا آه، تحب انها تحسن من يعني من شكل شعرها او م. تعالجه او تهتم بيه اكتر او تبوظه برضه لا آه هو في للاسف آه، في للاسف أيوة. يعني ستات صريحه ستات يعني صريحة. بتدمر شعرها وشعر عيالها كمان ايوه مش بس آه، طب تيجي نبتدي بعيالها؟ نبتدي بقى نبتدي بعيالها <applause> بما اننا داخلين على المدارس طيب. او دخلنا المدارس كل سنه وانتم طيبين يا رب السنه الدراسيه دي تكون يعني وشها خير عليكم كلكم جميعا واطفالنا ان شاء الله كلهم يكونوا كويسين جدا قولي لي بقى آه الام الصبح بتقوم آه نفضل نشد على قد ما نقدر آه بت... الام <applause> في عركه بتعاني الصبح مع معظم الماميز بيعانوا مع العيال الصبح م. في تسريح الشعر اللي شعرها متشربك في بعض اللي شعرها بيهيش في المدرسة أيوة. تطلع من البيت شعرها نايم ترجع هايش آه. في بعض الأخطاء كتير الأمهات بتعملها ليهم كلهم آه تيجي الصبح عشان تنايم شعرها تبلي شعرها مية أيوة. وتروح شدة كده لورا كده شدة جامدة وربطها بالتوكة العظيمه طبعا آه شده جامده وتبعت بنتها المدرسه كله جامده ترجع طبعا آه شعرها كله طالع ناشف متقصف اولا تبليل الشعر ده بيسبب تقصف للشعر تبليل الشعر يعني بل الشعر اه اوكي بل الشعر ايوه <applause> معلش بعض الكلمات بتتوه مني لسه بتعلم قولي المعلومات ولا هترجمها مش مشكله آه بل الشعر ده الصبح بيسبب تقصف للشعر اوكي آه بيسبب قشره آه نشفان الشعر آه نيجي بقى لحته شد الشعر الوردي تقطيع الشعر للاسف انا كل ما اشوف ام بتشد ربطه شعر بنتها ربطه لورا كده ممكن ازعق لها اه ممكن اشدها من شعرها آه كده بيظلموا عيالهم ليه شد الشعر ده بينحل الشعر من قدام مش هيبان دلوقت مع الوقت البنت هتكبر هتلاقيها من هنا للاسف فراغات وده صعب علاجه صعب علاجه نهائيا لانه المسامات بتكون قفلت خلاص الشعر يعني. بتبقى تهلكت آه. فبرضه شد الشعر بيؤدي لضعف بصيلات الشعر مم. وتساقط مم. فبلاش شد الشعر. يعني نسيب الدنيا شويه مم. طيب لو هي البنوته شعرها هيش من قدام أوه. او اللي هو الاطفال بيبقى طبعًا عندهم كده من هنا انيم ده بايه غير الميه؟ يعني لا ما طبعا ما في في طبعا على حسب لو في شعر شعر البنت مثلا ناشف مم. على الاقل تستخدم مره واحده في الاسبوع ومرتين حمام زيت حمام زيت زيوت طبيعيه زيت. ايوه زيوت طبيعيه طبيعيه م. لازم تكوني عارفه مصدرها وقلتي حمام حمام من زيت دهان. لا وبرضه هتستخدم دهان برضه دهان عشان تحافظ على نعومه الشعر انه وكمان هديان الهياشام بس زيوت معينه برضه أيوة. لكن في ناس بتدهن الزيوت العاديه لا في 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 زيوت لا طول الاسبوع ده غلط أيوة. اولا دهان ما يقعدش اكتر من يومين على الشعر أوكي. طبعا حمام الزيت مش اكتر من اربع ساعات م. يعني مش اقعد يومين انام بيه وانزل الشغل وكده أيوة. لا غلط كده وتقول لك الزيت ما عملش حاجه لا كده انت بتدمري الشعر لأنه, لانه قافل مسامات الفروه ومسامات الشعر م. لا غلط <applause> آه، نيجي بقى, بقى برضو تسريحه شعر البنت ما تخليهاش دايما تسريحه واحده لا غيري مره جيبي افرقيه من النص مره جيبي على جنب اليمين مره الشمال <applause> وحتى لما ترجعيه لورا ما تشديهوش خليه شويه راخي والتوكه ما تشديهاش جامد حل. فغيري نوع التسريحه برضو الله ينور عليك <applause> طيب هندخل بقى على البيبيون عشان ما يزعلوش مننا عندنا الرجاله او الشباب او ايا كان البيبيون بتاعنا سنه ايه عنده مثلا نوع من انواع الصلع طبعا بيقعدوا بقى يستخدموا الجل والحاجات أكيد. اللي بتقطع الشعر بتوقع الشعر بيبتدي يبقى عنده كده زي صلع لو راسه كمان أوه. الموضوع بيبقى طبعا يعني احنا بنتكلم هنا عن في الصلع نوعين في صلع وراثي ايوه صلع غير وراثي الصلع الغير وراثي احنا اللي بنعمله بايدينا ايوه طبعا الصلع الوراثي ده مرض نوع بيصيب الفروه في طبعا للستات وللرجاله طبعا معظم الدكاتره بتقول انه ملوش لا حل ملوش حل لا أوه. ممكن في بدايته طبعا ان شاء الله <applause> في بدايته ممكن نلحقه جدا أوه. ونعالجه ونبت شعر في المكان الفاضي ده آه بس مش برضو اني استخدم الزيوت دي مقابل انه آه يعني اعالج من حته وادمر من حته آه. يعني مثلا نيجي للرجاله اه حتى الراجل ممكن يستخدم الزيوت دي م. في كتير رجاله في ستات عندي بتاخد زيوت كتير لرجالتها م. بيعانوا من تساقط ومن صلع ومن صلع وراثي ومن صلع نتيجه اهمال التساقط م. نتيجه القشره آه فبياخدوا زيوت وبيستخدموها بس في اللي تيجي تقول لك آه في قشره في شعره او الزيت ما جابش نتيجه ليه هو بيستخدم جل او بيستخدم جل لا ما اكونش انا بستخدم في زيوت ان الجل ده كارثه للاسف للاسف ده بيغطي الشعر مم. بيغطي بيعمل كفر للشعرية كده بيمنعها من التهويه بيمنعها من بيمنعها من حاجات كتير طب ما الزيت احسن اكيد في زيوت كمان للرجاله برضو بتدهن عادي مم. بتدهن زيوت عادي في آه للتنعيم في للترطيب في في كل حاجه يعني مم. مش عارفه ليه احنا معظم الستات مؤمنين إنه الحاجات دي بس للستات لستات. لا للرجاله كمان اه صحيح الجروب عندي حتى هتلاقي ان مثلا لو عايزه ست لجوزها هتلاقيه الست اللي بتكلمك مش عارفه ليه هو حريمي ورجالي يا جماعه بصي احنا <applause> عشان الخصوصيه وعشان الستات تاخد راحتها اكتر الجروب معمول للستات لكن البيج مختلط اوكي لانه في في الجروب في ريفيوز بتنزل وكده فاكيد عشان الست تاخد راحتها لكن الـ الـ على البيج عادي انا بكلم رجاله بدي لهم وصفات وفي ستات بي بيجوا يقولوا لي مشكله شعر جوازهم بديهم اللي الزيت طيب في ناس ما بتحبش ولا ملمس الزيت ولا لمعه الزيت خصوصا لو انا شعري دهني آه البديل بقى آه. آه. الشعر الدهني آه. في لي طبعا آه. بي. لو مثلا في مشكله مم. في الشعر مثلا تساقط آه. احنا هنا لازم نعالجه طبعا حمام الزيت للشعر الدهني ما يقعدش على الشعر اكتر من نص ساعه ايوه هي تمام؟ الحاجات بقى التكنيكال دي آه. من حد لحد انا مثلا سمعت في اول الحلقه النهارده ان احنا نقعد اربع ساعات لا انا ما ركزتش بقى انا نوع شعري على حسب إيه؟ نوع الشعر أيوة. عشان انا قبل ما اوصف اي كورس لاي حاله بعرف الأول اسالها على كذا حاله م. على كذا حاجه اوكي آه مثلا عندها تساقط سبب تساقط ايه هل آه هل عملتي مواد فرد قبل كده لانه للاسف في بعض لسه سالني الاسئله دي جوه يا جماعه انتوا عارفين طبعا لازم كل حلقه اقول اللي بيحصل في الاوضه جوه <applause> انا قلت لها عندي تساقط قالت لي عملتي حاجات قلت لها اكيد انا عملت آه حاجات قالت لي آه عندك حاجه وراثيه قلت لها لا لي عامله تحاليل قلت لها عامله كل حاجه لسه عامله تشيك اب والدنيا تمام قالت لي ان ده مكان بس الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها الدوريه آه آه طبعا عن... يعني. لازم اعرف سبب ما <applause> آه كدبش عليكي اثناء آه 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 الحمل ما كانش يوقع، بعد الولادة مم. وقع. آه عالجت بالزيوت ما جابش نتيجة. حلو. رجعت للدكتور آه اللي كنت تابع معاه الحمل، قال لي آه معلومة مهمة جدا آه لازم تستمري على الفيتامينز اللي كنت تاخديها أثناء الحمل. حلو قوي ده. آه وكمان في حاجة مهمة جدا آه للأسف 99% من الستات فاكرين إنه سبب التساقط بعد الولادة الرضاعة. طبعا لا مش كل الرضاعة. الناس بتقول كده أيوة مفيش اي رابط يربط بين التساقط وبين الرضاعه آه بدليل انه الست اللي ما بترضعش شعرها بيوقع بعد الولاده صح ده ناتج آه دي نتيجه انخفاض نسبه هرمون البروجستيرون والاستروجين في الجسم م. والمفاجاه بقى انه الرضاعه بتعمل على تعادل بتحد من ايه خلل الهرمونين دول م. والهرمونين دول مسؤولين عن تقويه بصيلات الشعر والمنع من تساقط حلو جداً. زائد نظام غذائي متوازن طبعاً ما يجيش طبعاً أكون أنا عاملة دايت وشعري بيوقع وبستخدم زيوت حتى بالفيتامينز وبعد كده مهملة في الأكل م. لا الفيتامينز والنظام الغذائي مهم جداً جداً, م. جداً 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 فوق ما تتخيل في ناس بتخاف تاخد الفيتامينز أو الحاجات المقوية للشعر لو هي ممكن تزيد شعر في الجسم في أدوية بتعمل كده على للأسف في بعض أيوة. السبريهات أيوة. بتزود بتجيب نتيجة كمان للأسف أي مادة كيماوية المواد المش طبيعيه دي بتدي نتيجه اه بتدي نتيجه ممتازه بس اول ما تتخل اول ما ليها اعراض جانبيه زي مثلا ظهور شعر في الجسم اول ما توقفيها يرجع التساقط يرجع ترجع الحاله زي ما كانت وممكن للاسوء تمام فعشان كده انا بنصح بحاجه طبيعيه ما تضرش الجسم ويعني تجيب نتيجه ممتازه وحتى لو وقفتيها يعني خلصتي كورس التساقط اكيد بعد في ستات بيقولوا لي مثلا هل هنفضل طول عمرنا على الكرسي ده ولا ايه؟ اه بصي الفروه زي الارض المزروعه انت بتستخدمي كرسي معين وقفي خلصتيه هتهتمي برده بزيوت بزيوت تغذي شعرك وتحافظ على النتيجه اللي انت وصلتي لها عشان النتيجه دي بوصلها بعد قد ايه ده كله راجع لحسب استجابه الجسم والشعر م. وكمان حسب يعني الجسم يعني صحته م. من جوه كمان والفروه يعني. والفروه كمان الفروه لو متهالكه يعني بياخد وقت لو الفروه ما فيهاش مشاكل ممكن في شهر شهرين انا عندي بنات ما شاء الله نتيجه في اسبوعين انا نفسي اتصدمت ما شاء الله نتيجه حاجة. في اسبوعين ظهرت آه بس اكيد مهتميه بقى بكل الرولز اللي انت بتقوليها في يعني في طبعا طرق مش اي زيت تحطيه جنبك خلاص استخدمه وخلاص لا في طرق استخدام صحيحه م. لو مشيت عليها غلط مش هتلاقي نتيجه وممكن تيجي بنتيجه عكسيه في بنات للاسف ما بيسمعوش النصايح او بلاقيهم بيستخدموا حاجات تانية مع مش طبيعيه فبتحصل <applause> ايه آه تضارب في في الحاجات دي فبتيجي بنتيجه عكسيه فعشان كده باكد عليهم الطريقه وبفضل متابعه معاهم دايما والمتابعه دي مهمه بالنسبه لي عشان ببقى مبسوطة جدا بالنتيجه الله ينور عليك تديكي كده طاقه نيه ايوه بالظبط كده <applause> <applause> طب قوليلي بقى لو انا دلوقتي شعري حاساه مش بيطول في بنات كتير جدا شعرها بيبقى طويل تقصه تقولك انا من ساعه ما قصيت شعري شعري وقف في الطول بتاعه ده ده منطقي او ده بيحصل فعلا آه في بنات شعرها عاجز عن الطول نهائيا بتقصه بتفضل تلت سنين اربع سنين ما بيطولش طبعا آه آه عجز طول الشعر راجع لحاجات كتير برده تقصف الشعر القشره كمان القشره طبعا عدم يعني عدم الاهتمام بالشعر طبعا آه بس آه انت محتاجه ساعتها انك ايه تحفزي نمو الشعر ازاي مم. بتنشيط الدوره الدمويه مم. في, في الراس ده عن طريق زيوت معينه مم. في زيوت انواع طبعا آه في زيوت بتستخدميها بتنشط الدوره فبتؤدي لتحفيز نمو البصيله والشعر بيطول ساعتها الامر مش مستحيل قولي لي بقى ايه اللي بيخليكي تجيبي زيوت وحاجات من كافه الدول يعني ليه من الهند ومن هنا ومن هنا ليه يعني انت شايفه ايه في اللي انت بتعمليه ده اكيد انتوا شايفين شعر الهنود عامل ازاي اه ومعروف انه انا الحكايه ابتدت معايا انه في صديقه هنديه عندي جت مصر وجابت لي زيوت دي هديه حلو طبعا انا قبل ما استخدمها ما قريت الاول على الـ قلت اقرا مكونات الزيوت دي برافو قبل استخدمها طبعا ما كنتش شاكه فيها لانه شعرها كان جميل وقالت لي انا بستخدمهم آه قريت ودخلت لقيت نفسي داخله في مجال واسع جدا مم. مجال الطب الايروفيديك آه طب الايروفيدا ده مجال واسع جدا الايروفيدا ايوه ده هندي ده علاج شعبي هندي يعني بيستخدموه الهنود من قبل الميلاد يعني ده اللي هو زي الطب البديل آه. بتاعنا بالظبط هو اسمه الطب البديل أوكي. يعني علم الحياه اوكي آه للاسف في كتير فاهمين انه طب الايروفيدا ده علاج بالاعشاب بس لا علاج الاعشاب ده جزء بسيط جدا مم. من طب الايروفيدا احنا ما لناش دعوه بالطب الايروفيدا خالص خلينا بالجزء آه. بتاع آه. الاعشاب ده الهنود بيستخدموا اعشاب نادره جدا واعشاب لها فوائد فظيعه مم. في الحفاظ على الشعر وتطويله وتثقيله والقضاء على القشرة والحاجات دي من هنا استخدمت الزيوت م. لقيت إفكت ممتاز آه طبعا مرة على مرة لقيت لي الفكرة قلت ليه ما اشتغلش في المجال ده م. زيوت طبيعية و... ونتيجتها مضمونة إن شاء الله وكده بس أنا حاساكي دخلتي قوي داخلة بحب وتجارب حبيت كان... المجال وقريت جدا فيه قريت جدا فيه وحبيت وقبل في منتجات معظم المنتجات اللي بجيبها معظمها بستخدمها على نفسي حلو او على اخواتي جميل <تصفيق> <تصفيق> عشان اشوف النتيجه فببقى بدخل بقلب جريء ليه لاني واثقه في المنتج ده واثقه معاكي نتيجه حاسة ان انت ان شاء الله زائد تعملي في بعض معظم المنتجات اللي بجيبها واخده ختم الايزو حلو جدا ويعني الفنانين هناك نفسهم م. بيكونوا عاملين اعلانات عليها وكده فببقى واثقه فيها حلو ده قولي لي بقى دلوقتي كل البنات عايزه يبقى شعرها مفروض كده ما فيهوش آه. الكسره ما فيهوش آه. مش كيرلي احساس بقى الزيت ده صعب شويه يعني وصي... انا عن نفسي ما بحبوش آه طبعا الشعر تاج المراه طبعا وما فيش شعر وحش ما فيش بنت وحشه ما فيش شعر وحش ايوه طبعا في حاجه اسمها اهتمام م. انا واحده جت عليا فتره شعري بقى مش هقول خشن لا ما فيش شعرايه سليمه فيه تقصف فظيع فضلت على زيوت دي بتاع سنه دلوقتي انا مش محتاجه اعمل فير بيبليس او السشوار او اي حاجه ما شاء الله شعر ناعم مش هقول لك انه اه بيفرد زي البروتين او حاجه لا هبقى اضحك عليكي لو قلت لك كده بس بيعالج الشعر بيطريه بيقضي على الهيشان ممكن ي في حالات اه بيفرد في بعض الحالات بتفرد ما اكدبش عليكي لو آه طبيعه الشعريه اصلا طبيعه كله حسب طبيعه الشعر كله على حسب طبيعه الشعر والفروه برضو افرزها للدهون حاجات كتير يعني راجعه للفروه الفروه حلو. هي الاساس طب اديني شويه نصايح كده وانا عايزه اقعد ساكته خالص يعني انا هسكت نصايح عن آه. الشعر واهتم بشعري ازاي اوصل للمظهر اللي انا عايزاه ازاي طيب. لو انا بوظته خلينا مع المبوظين لان دول طبعا يعني طيب. عدد محترم من الناس طيب. آه ناس كتير جدا لازم تعمل استشوار وبيبي آه كل آه. يوم وهي نازله آه. او يوم بعد يوم في ناس كمان الاكستنشن والبواريك اللي طالعه موضه أيوة أيوة. فبنوصل برضو لتهالك مين؟ الشعرايه تقطيم الشعره الدنيا بتبقى صعبه خالص اولا آه اولا حمام الزيت مهم جدا م. جدا حتى لو الشعر ما فيهوش حاجه على الاقل مره واحده في الاسبوع لو الشعر سليم ما فيهوش حاجه م. عشان نغذي الفروه ونحافظ على الشعر م. آه انا بقى ما اقولش لو انا شعري دهني بلاش اعمل حمام زيت عشان ما لا يزيدش لا آه بخصوص الشعر الدهني في شامبوهات شامبوهات عشبيه طبيعيه ما فيهاش سلفات ما فيهاش ما فيهاش اي ماده كيماويه اعشاب بس مم مم بتعادل نسبه الدهون في الفروه يعني الدهون دي بتعادلها يعني بتقضي على الدهون الزياده آه نيجي بقى النصائح آه طبعا نبعد نبعد شويه عن مواد الفرد نقلل الصبغات هيعملوا نفسهم مش سامعينك دلوقتي آه آه لانه في آه للاسف آه انواع بروتين رديئه جدا بصي جداً. بصي عشان بس بص ايه انا عارفه في يونكاتي هيقولوا ايه ويعملوا ايه اعملي بروتين انا انا بقول لك اعملي بروتين انا موافقه جدا بس اتاكدي من المنتج اشتغلي مع متخصصه صح عشان هم مش هيسمعوا الكلام يا هنو هيسمعوا اه ان هم يعملوا المره دي وبعدين يهتموا بعد كده فخلينا واقعيين شويه بس عايزه بس اقول نصيحه مهمه لكل قول. ام مش عايزه تعملي بروتين انت بس بلاش تعملي بروتين لبنتك اه طبعا الافضل بنتك بلاش. انا بتجيلي حالات ثلاث سنين ثلاث سنين عامله بروتين لبنتها ليه؟ مم. ليه يعني مش فاهمه مستعجله على ايه ده الشعر بيفضل يتغير عند الطفل اول خمس سنين طيب احنا معانا صور كمان هنعرضها بقى وانت بتتكلمي معانا كده سعيده قوي يا جماعه وهي قاعده بتتكلم عن منتجاتها وعن نجاحاتها وعن الانجازات اللي لا انا سعيده عشان بصراحه ذوق والله يخليكي طبعا دي حاله دي افتر وبيفور طبعا كان كانت بتغير و... بتعيط لمامتها عايزه شعرها يطول عايزه يعني شعري يطول يا مامي بقت مبسوطه قوي بالنتيجه <applause> حلو جدا <applause> دي حاله ده إيه بقى؟ بدايه صلع استخدمت الكرسي فضلت عليه اربع شهور والحمد لله بدا ينبت اهو حلو الحمد لله <applause> في اه دي كمان صلع صلع برضو اه واضح قوي على فكره في ناس من الحجاب بيحصل لها الفرق ده جدا للاسف يعني. الحجاب آه آه خلى بعض البنات طبعا الحجاب بيحمي مم. قوي من الحراره والش... والاطربه والريح لكن خلى بعض البنات انها تهمل في شعرها ممكن تقعد بالاربع خمس ايام ما تسرحش شعرها وده غلط ده بينشف الشعر بي الشعر لا في بنات كده للاسف ليه عشان ما يقعش بتهمل في بتهمل في, في, بتهمل في تسريح الشعر الطرحه الحجاب مم. خلاهم كل حاجه ايه سهل خلاص مين هيشوف شعري البس آه وانزل خلاص آه بقى آه فبنصح انا كل بنت انها تهتم بتسريح شعرها مم. مرتين في اليوم على الاقل أكيد. آه تختار الطرحه طرحه تكون يا اما حرير يا اما قطن وبلاش تشدها قوي عشان ما يحصلش ما يحصلش احتكاك وتحصل حراره وتقصف للشعر وبعد كده يوقع تمام طبعا تحط البندانه القطن في, في كل الأحوال تلبسها قطن طبعا هم. وعشان لو هتلبس طبعا شاله مش طرحه مش فيها مواد مش 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 طبيعيه يعني. يعني اه أي. اوكي آه تلبس البندانه القطن دي عشان تحافظ على الشعر وبلاش أوكي. تربط الطرحه قوي هم. وبلاش تشد شعرها لورا وبلاش تحط الطرحه وشعرها مبلول آه بيعمل قشره بيعمل حاجات وحشه لانه بيخلي بيحافظ على رطوبه الشعر فبيكون قشره طيب انا دلوقتي لو انا بعمل سيشوار وبيبيليس على طول وعايزه احط مثلا سيرم يحمي شعري تمام. او في سيرم في سيرم طبعا في بعض الناس للاسف مجبرين انهم يعملوا فيه بيبيليس وسشوار طبعا في بعض السبريهات بتحافظ على بتغلف الشعرايه وبتحافظ بتحمي الشعرايه من الحراره م. ممكن توصل ل 220 درجه مثلا أوكي. بتحمي من الحراره مش ده مش معناه انه نهلك شعرنا يعني اقل ضرر م. فايه فبترشيه قبل ما بتعملي السيشوار قبل ما بتعملي بيبي عشان يحافظ على الشعر ويدي لمعه وما يبانش متقصف حلو ده <applause> حلو جدا, حلو <applause> بقى <applause> 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 <صفيق> <applause> احنا الصيف خلص اه بس قوليلي كان في برضو للبحر بنحط حاجه قبل ما ننزل أكيد الميه اكيد في في برضو في امهات كتير بيقولوا لي احنا عيالنا بيزلوا البسين شعرهم باظ من الكلور وكمان الميه ميه البحر إحنا, احنا في الدراسه دايما بديهم زيت معين يدهنوه قبل ما ينزلوا وبيحافظ على بيغلف شعرايا وبيحافظ عليه طيب ده ده طبعا للاطفال اللي لسه بتتعلم سباحه احنا مكملين طبعا في الشتاء قبل مم. ما تنزل البول تروح حاطه من السيرم اكيد ده. اه اه حتى أكيد. لو مش اكيد الاطفال مش هتكون عامله بقى حاجه من الحاجات دي خالص بس ده بصفه عامه علشان يحمي الشعر اه اه عشان يحمي الشعريه ويحافظ عليها من من ما تهلكش من الكلور اساسا في البيسين في البول بي بيخلي الشعر باهت كده بالظبط وممكن يوقع وكده طب قولي لي تطلع من البول تستخدم ايه؟ شامبو معين؟ اكيد انا بنصح دايما باستخدام الشامبوهات العشبيه اللي بين السلفات وال اللي وقايماً. هي بمعنى اصح مش بترغي اكيد اه الشامبوهات دي جميله جدا ما بتعملش رواسب على فروه الراس ما في بتعملش رواسب, رواسب على فروه الراس, على فروة الرأس. تسبب قشره تسبب تساقط مم. تسبب عجز طول تموت البصيله كده يعني يا عيني ده احنا بنبهدله خالص صح صعبان صح. <applause> عليك يا <applause> عادي يعني كلنا كنا كده انا قبل ما ابتدي كنت كده فلما دخلت في المجال ده اللي طيب اللي روحهم بقى قصيره يعني زي حالاتي ايوه عايزه على طول على طول في كتير يقولوا لي احنا خدنا الزيت بس انا وقفنا في نص الطريق مش قادرين مم. مش قادرين نكمل لا لازم تكملي لازم يتعاملوا مع شغلهم كانه مثلا يعني هو جزء من جسمنا أه... الجسم كله خلايا مم. فانت مثلا لما بتجوعي لازم تاكلي ما تجيش تقولي انا مكسله اكل الشعر كده بيجوع لازم تديله ايه ده انت بتوصلي المعلومه كده <applause> <applause> انت لو مش شغاله بحب مش هتعرفي توصفي الموضوع <تصفيق> بالطريقه <تصفيق> المبسطه الجميله فلا لازم عشان الشعر كده <applause> جاء تدي له ده اللي هو تقصف مثلا او تساقط <applause> او ثروه بدت تنشف الشعر ناشف كده اه في المشاكل دي آه. بس ما حاولوا ما توصلوش لنتيجه عندك تساقط حاولي ما توصليش ل... لانك تخليها فراغات او مثلا عندك تساقط مش عارفه سببه عليكي بالتحاليل تحليل طب نورمال التساقط ايه معدل تساقط الشعر الطبيعي من 50 ل 100 شعره دي دوره الشعر الطبيعيه 50 100 شعره مثلا صحيه البت لقت 50 شعره على المخده م. ما تقلقيش م. ده البصيله خلاص انتهى عمرها وقع عشان عين. تطلع بدالها بصيله ثانيه اقوى م. بس اهم حاجه عشان تكون اقوى وتكون صحيه اكتر تهتم بالاكل الغذاء الصحي طب قولي لي ايه من الاكل يخليني شعري دورته دورته حلوه الاكل الصحي مش اكل الشارع اكل أيوة. بره ايوه مش الاكل اللي كله دهون يعني الخضار آه. الفراخ اللحمه الخضروات مهمه جدا عصائر الفواكه الخضار مم. الخضار الخضار مم. انا دايما الخضار بقول الخضار الخضار ايوه الخضار مم. الخضار الخضراء اللي اسمها الخضرة الجرجير الجرجير الخيار دي. ايوه مم. العصائر الطبيعيه مم. ابعدوا شويه عن المشروبات الغازيه طبعا ابعدوا كتير آه الشاي القهوه ما تكتروش منهم اه هي واحد او اتنين في اليوم الميه الميه مهمه هي المية. ما تتخيل هي الميه الميه بصي للبشره وللشعر الميه لكل حاجه بجد 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 ارجوك لي. اشكرك ان انت فكرتيني بالميه هطلع إيه لكم في حلقه تانية اتكلم عن موقف حصل لي شخصيا امبارح إيه المية يا جماعة أنا دخلت مستشفى معلش أنا أسفة قطعتك دخلت مستشفى مقابلة عادية خالص لدكتور كان في قسم الغسيل الكلوي أرجوكم اشربوا مية كتير والله العظيم والله العظيم والله العظيم أنا ما كنتش قادرة استوعب إن كوباية المية ممكن توصلنا للوضع اللي أنا شفته ده أنا أنا جات لي حالة هستيرية عياط قلبي هيقف حاسة إن يعني قد إيه الناس بتعاني انا رايح برجلي انا رايح برجلي علشان اتعرض لكم الوجع والألم ده لمجرد ان انا نسيت اشرب اسفل ان انا قطعتك ونكمل بس احتي لان المياه لو انت بتكسلي او بتنسي في ناس بينسوا تقولك ما بيجيش على بالي اشرب مم. امشي بازازة ميه في ايدك خليه روتين خليها خلي روتين. جنبك بالضبط. انت قاعده بتذاكري حطي ازازه الميه جنبك آه قاعده على اللاب حطي ازازه الميه جنبك مم. عشان تفتكري نازله حطيها في شنطتك أيوة. ماشي في ماشيه في بنات خصوصا في الصيف عانيت انه يعني إنه لحقينا شعرنا بعد ما كان نايم في طب انت كم ازازه كم كم كوبايه ميه بتشربي في اليوم مم. آه ممكن ما اعرفش آه. ما بتجيش على بالي ممكن انا بشرب عصير مم. بشرب بيبس ما ما اعرفش ايه الناس تقول لك بشرب حاجات ثانيه بس لا. الميه ماليش فيها قوي فانا اقول لها لا كتري من الميه لانه ده بياثر مم. على الشعر مم. بياثر على الشعر وبياثر على الف... لل... البشره البشره كمان وعلى الجسم وعلى كل حاجه وعلى وكل حاجة. ايوه ده حتى بيدي نضاره جميله للوش لما بتشربي ميه كتير بالزبط. سبحان الله طيب ف... آه... نورتيني ميرسي جدا انا منك جداً. حقيقة جدا والله انا مبسوطه جدا اني كنت معاكم النهارده حبيبه قلبي هنطلع دلوقتي هكلمكم أه دلوقتي عن حاجه مهمه انا معتبره هنو ان هي قاعده في البيت معانا طبعا <applause> انتوا عارفين ان هنو أه كل ضيوفنا بتبقى قاعده تنورنا هكلمكم <applause> دلوقتي عن موضوع اللي انا نوهت عنه في اول الحلقه أه موضوع يعني ممكن يكون مش قريب مني قوي يعني ما كنتش مروه قوي فيه أه انا كنت بنتكم بمعنى الكلمه أه بنتك واختك وصاحبتك وكل حاجه أه انا ما عنديش ولاد بس هتقولوا لي ليه حصل كده او ليه ان انا دخلت في المجال اللي انا دخلت فيه دلوقتي انا عملت مبادره طبعا انا ومعايا الناس اللي بحترمهم جدا وبقدرهم على تعبهم ومجهودهم معايا عملنا مبادره اسمها مبادره ابني اقوى طبعا في اول المبادره بشكر مصطفى مطاوع وكريستينا جمال ومينا علشان دول تقريبا اللي معانا في المبادره المبادره دي بتتكلم عن ايه؟ المبادره دي بتتكلم عن اسمها ابني اقوى ابني اقوى يعني ايه؟ او بتتكلم عن ايه عن حساسيه الطعام والتمثيل الغذائي في ناس طبعا يعني ايه اللي انت بتقوليه ويعني ايه الكلام ده يعني في اطفال انت متخيل ان هم مش بيعرفوا ياكلوا مثلا لمجرد ان هم وجهه نظرك ان هم بيتدلعوا لا هم ممنوعين من الاكل هم ممنوعين من الاكل هم ممنوعين من الحياه الاطفال دي ايه اللي بيحصل لهم الجسم لو عنده حساسيه من شيء ما إيه على فكره هنو ابنها معانا في حساسيه الطعام إيه حساسيه الطعام دي ان انا جسمي بيتحسس من شيء ما زي اللبن القمح ايا كان بقى انا جسمي بيتحسس من إيه؟, ايه رد فعل الجسم او جهاز المناعه للاكل اللي داخلي ده ممكن يؤدي لطفح جلدي قيء دموي ترجيع دموي او للاسف للاسف للموت علشان انا ابني عنده حساسيه واحنا حقيقي حقيقي ما عندناش اي وعي بالموضوع. ابني لو عندي لو عنده الحساسيه دي ومش لاقي الاكل يعني ايه مش لاقي الاكل؟ لا يا جماعه مش لاقي الاكل. الاكل اللي هو بيختاره او اللي هو بيقدر ياكله ده ده اكل من نوع معين جدا. احنا من كتر ما احنا بندور وبنسرش مين يقدر يوفر للناس دي اكل؟ الناس دي مش طالبه دعم ولا طالبه حد يجيب لها لبن بفلوس وفقراء وما معهمش، لا معاهم بس هما مش لاقيين الاكل، الاكل غالي جدا اللبن ب 255 جنيه العلبه، العلبه بتكفي الطفل لمده يومين ويا يلاقيها يا ما يلاقيهاش. الطفل بيتمنع من كل الاكل لو انت عندك حساسيه قلبان بتتمنع من كل مشتقات اللبن. إيه الطفل ده لما بتشوف طفل امور كده وتلعب معاه بتجيب له بونبونيه او بسكوتيه انت بتدي له موته بايده وانت مش فاهم ومش مقدر عشان انت مش فاهم إيه دور المبادره دي اولا اولا التوعيه لازم نعرف يعني ايه حساسيه طعام وتمثيل غذائي لازم نعرف يعني ايه حساسيه طعام وتمثيل غذائي بالنسبه لي بيساوي حياه طفل يعني ده حياته معانا ان هو عنده حساسيه من شيء معين فبالتالي الحاجات دي بيحصل منها منع لمده لا تقل عن سنه عندنا من اهداف المبادره كمان ان احنا نلاقي كم من الدكاتره المتخصصين في الحساسيه دي بقدر كافي وفي كافه المحافظات لان دي مشكله حقيقيه احنا كمبادره بنعاني منها عندنا مشكله كمان ان الطوارئ بتاعه المستشفيات مش فاهمين يعني ايه مش مش جهل من الدكتور بس هو مش متخصص في الجزئيه دي مش فاهم يعني ايه حساسيه طعام لان انا ساعات بيجيلي الطفل عنده حساسيه جاله دي نفس من انه شم ساندوتش بيض مع زميله او او جبنه او شم حاجه هو متحسس منها، الطفل ده وقتيا لازم ياخد حقنه ادرينالين يعني انا كام هنزل ابني المدرسه الصبح او الحضانه معاه حقنه ادرينالين فطبعا ده بيؤدي الى ان المدارس والحضانات بترفض تاخد الاطفال دي لان طبعا مسؤوليه الطفل جامده جدا فصل الاطفال صعب جدا تمرد الطفل الطبيعي على الطفل الثاني والتنمر اللي هو بيؤدي ليه والطفل ده بيتعرض له بيخلي الطفل المدرسه بترفض ان هو ياخد الطفل ده دي من من ابسط المشاكل اللي احنا بنقابلها واللي احنا بنحاول ان احنا نعالجها هندخل كلنا على الفيسبوك على مبادره ابني اقوى لازم ندعم الابهات والامهات والاطفال دول باي حاجه بكلمه حلوه بان احنا نفهم هم عندهم ايه بان لو انا دكتور اقدر اساعدهم معمل تحاليل اقدر اديلهم خصم كحد موزع لنوع الاكل الخالي من اللاكتوز والسكر والالبان والكلام ده كله ان انا اقدر اوفر لهم الاكل دي نبذه مختصره جدا عن المبادره بتاعتنا ويا رب كلكم تقدروا تساعدونا فيها حتى بدعوه حلوه منكم وان شاء الله نقدر نقدم للاطفال دي حاجه بشكركم جدا في نهايه حلقتي وهتوحشوني جدا الأسبوع الجاي اشوفكم في حلقه جديده من فيونكا وببيون بوسه كبيره وحضن كبير لغايه ما اشوفكم تاني باي بو.